هو طبعا ربنا يتولى برحمته الكابتن صفوت عبد الحليم، وطبعا اعزائي لاسرته ان شاء الله يسكنه ربنا في سيح جناته، لان كابتن صفوت عبد الحليم من الناس اللي كانت علامات مميزه في تاريخ النادي الاهلي خلقا وسلوكا واداء وفنيات، وطول حياتنا في النادي الاهلي ما حسيناش بيه باي مشكله واي تساؤل واي شيء، ولا يعمل مشكلة ولا كان بيتكلم ولا إعلام ولا كلام من ده. فهو الفترة الأخيرة كده كان فعلا تعب، وربنا يتولاه برحمته ويسكنه في جناته. وإحنا كزمايله زمايله طبعا في الملعب، يمكن كابتن زيزو وكابتن خطيب وكابتن شطة وكلنا بندعي له بالرحمة وندعي له ربنا يسكنه في سيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان إن شاء الله. يوم صعب جدا بالنسبة لنا، لكن الحمد لله ربنا يرحمه ويحسن اليه ويغفر له. طبعا صفوت عبد الحليم شخصيه من الشخصيات الحقيقه الناس كلها عارفه قد ايه كان اخلاقه عاليه جدا، وكان حقيقه عمره ما اذى حد، عمره ما كان حقيقه يعني بجد كان شخصيه محبوبه للناس كلها، ومات في صمت الحقيقه وربنا رحمه. ونحن حقيقه كلنا من الخطيب لحد اخر حد في النادي الاهلي حزين جدا على هذا اليوم، وفراق حقيقه صعب بالنسبه لنا، لكن الحمد لله على كل شيء هذا هو قدر الله الحمد لله، وربنا ان شاء الله يرحمه ويغفر له الحمد لله.